بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو مهم، احنا عايزين نعمل حتة بتاعة الديناميك بقى، ودي الاصل منها ان احنا نعرف ان احنا نعمل حاجة ديناميك لايه؟ اي كنترول عندنا. انا هعرف فاريبل سميته كاونتر عشان يعمل لي تعداد، ابقى عارف انا وصلت لكام، وازود واستخدمه في الاسماء. وجيت جوه الديناميك باتن فانكشن دي، تعرف فاريبل سميته نيو باتن، نوعه ايه من الكلاس اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه باتن. الكونتكست بتاعه هو this اللي هي نفس الاكتيفيتي اللي انا فيها. النيو باتن، اي باتن بيبقى ليه شويه خصائص نحددها زي التكست، فانا هدي له اسمه مثلا نيو باتن مثلا، وجنبيها احط الكاونتر اللي فوق، يبقى نيو باتن 0، نيو باتن 1، نيو باتن 2 مثلا، عشان اميز المسميات بتاعتهم لما يظهر على الانترفيس. بس كده تقول لا، والكاونتر يزيد طالما دوت مثلا نيو باتن 0، فيزيد بقى الكاونتر نيو باتن 1 عشان يبدا يزيد. كل باتن بيبقى ليه برضو مجموعه من الخصائص الاخرى زي الاي دي، فانا الاي دي بالنسبه لي لازم يكون بشكل معين، بحيث ان يعني بحيث ان انا اقدر اميز كل كنترول بيترمي على الشاشه عشان هشتغل عليه. في حاجه اسمها فيو دوت جنريت فيو اي دي، دي بتجنريت لك اي دي اوتوماتيك، احنا مش هنعرف نثبت الاي دي، فجنريت فيو اي دي ماشي. فكده الفيو دوت جنريت فيو اي دي هتجنريت ليا اي دي هات لكل زرار، لان انا عايز الزرار يولد زراير، الزرار تولد بعضها زي ما نشوف. المهم انا كريت الباتن بتاعي، سيبك انت بس من اللي انا عايز اعمله دلوقتي. في حاجه مهمه جدا اسمها لاي اوت بارامترز. اللاي اوت بارامترز دي مهمه جدا، تقريبا ما فيش حاجه تحط على الكنترول غير لما يكون معروف العرض والطول بتاعها، اللي هي الويدث والهايت، اللاي اوت في الويدث والهايت. ف هظبطهم، اقول في جروب دوت لاي اوت بارامترز، وابعت له بقى الايه؟ الويدث والايه؟ والهايت. تمام، انا عايز ابعتهم لهم الاثنين، مثلا اعمل الاولاني مثلا ماتش بيرنت الويدث، فاقول له لاي اوت بارامتر، واقول له الفيو جروب دوت، اختار الايه؟ اختار اللاي اوت بارامترز دوت، اقول له ماتش البيرنت، يبقى الويدث بتاعي هيجي ماتش الايه؟ ماتش البيرنت على قد العرض بتاع الصفحه كلها او الاكتيفيتي كلها. في الهايت ممكن ناخده راب، فاقول له ايه؟ راب كونتنت على قد المحتوى اللي موجود. يعني انا عملت له العرض والطول بتاعه الباتن، واديته الاي دي، واديته التكست، كده الباتن جاهز. هو جاهز فعلا، بس كمان عايز اعمل له الايفنت بتاعه لما يداس عليه يحصل ايه. فاقول له نيو باتن دوت سيت اون كليك ليزنر، خد بالك يبقى الزرار اللي هتعمل ده الكود بتاع الايفنت بتاعه كمان هيبقى شغال. تمام، فقلت له ماشي، نيو باتن دوت سيت اون كليك ليزنر، هقول له الفي، وهنادي على الفانكشن بتاعت لا كنت عايز اعمل ارو فانكشن. لا مفيش مشكله خالص، انا كل اللي هعمله ان انا هعمل ايه؟ انا عايز الباتون ده لما يتداس عليه يشغل لي الدايناميك باتون فانكشن هي. فقمت باعت له ايه؟ الفي اللي هو الفيو دي بتبقى الفيو اللي هو بسبب النيو باتون اللي اتداس عليه. ارو فانكشن، انادي على الدايناميك باتون فانكشن اللي فوق، وابعت لها الفي اللي هو مين؟ اللي هو الفيو دلوقتي بتاع الباتون الجديد. بقى كده كل باتون بينزل والفانكشن بتاعته بتنادي على برضه نفس الفانكشن اللي بيتكرر زرار تاني، كل واحده بتنادي على نفس اللي بيتكرر زرار تاني. فكده المفترض كل زرار هيجي بيبقى يقدر يولد ان هو ايه؟ يكريت الباتون اللي بعده والى اخره. طيب انا بس هدي لينير لاي اوت دي اد اي دي، هسميها مين؟ لينير لاي اوت، عشان استخدم الاي دي بتاعها. فانا اتاكدت انا واقف على اللينير لاي اوت واديتها اسم. تمام، ليه؟ عشان اتشوا عليها، يعني هقول له مين لينير لاي اوت خلاص دوت، عايز اد فيو، فانا لازم اتشوا عليها يعني ادوا عليها، يعني اضيف الفيو الباتون ده على المين لينير لاي اوت. فقلت له مين لينير لاي اوت دوت اد فيو، قمت قايل له اد النيو باتون، فكده الباتون ده هيضاف على النيو لينير، فتتحط في الايه؟ اللينير دي كانت تحت بعض فيرتيكال، فينزلوا تحت بعض. دوس على الباتون، قال لي نزلت لك ايه؟ نيو باتون زيرو، وقال لي انت عملت كليك على نظر باتون. طب والديناميك بيقول لي دايناميك، الديناميك بيقول لي دايناميك، بس بيحط برضه زرار، واي زرار فيهم بيسمع برضه، بيقول لي ان انا نظر، وبيضيف ايه؟ وبيضيف زرار والى ايه؟ والى اخره. يبقى كل ما ادوس على زرار بيأد لزرار تاني. طيب لو انا عايز ازود الموضوع، انا كنت عامل إلس، كنت بطلع مسج ان هو نظر باتون وخلاص، يعني في زرار تاني وخلاص. ده امتى؟ لما كان لو هو دايناميك بيطلع ان هو دايناميك، غير كده بيقول لي ده نظر باتون. طيب لو انا عاوز اجيب اسم الباتون اللي اتداس عليه اللي هو التكست، احنا كنا مش كاتبين كل واحد ليه تكست،
كنا جايبين مثلا نيو باتن 0 نيو باتن 1 نيو باتن 2 صح. ممكن استخدم الفانكشن القديمه كانت اسمها فايند فيو باي اي دي، يعني ادور على على اي فيو او الويدجت او الكنترول من خلال الاي دي بتاعه. انا معايا الاي دي هقول له فايند فيو باي اي دي من النوع باتن فيو دوت اي دي، لان انا معايا الايه الاي دي، هيدور عليه ويحطه جوه البي تي ان. اصبح البي تي ان دلوقتي ده شايل الباتن كله بكل تفاصيله، بالاي دي بالتكست بالويدث بالعب كل شيء. فاقول له باتن دوت تكست، فيجيب لي التكست بتاعت الزرار وسبيس ويكتب جنبيه كليكت، خلاص كليكت. يبقى هيقول له مثلا باتن 0 نيو باتن 0 كليكت وهكذا، تمام، او اسم الباتن وكلمه كليكت. بدل لما كنا بنطلع مسج ثابت طلع لي ايرور عشان دوت تو سترينج، عشان بس ماشي اوكي عشان هي كاركتر يعني، عملت له دوت تو سترينج عشان تبقى الرساله كده. كمان شفنا ازاي بنجيب الباتن الديناميك، قال لي دايناميك باتن، دوس على زرار تاني قال لي نيو باتن 0 كليكت، دوس على واحد قال لي نيو باتن 1 كليكت وهكذا. بكده عملنا دايناميك باتنز، والفكره بتاعتك دايما حط في دماغك ان اقدر اعمل دايناميك اي شيء. عرفت الاتريبيوتس اللي لازم اظبطها اظبطها، وعرفت ازاي اقادها على الشاشه، وعرفت ازاي كمان اربط معاها ايفنت بتاعها يفاير معاها اوتوماتيك في الايفنت بتاعها على حسب هو كان كليك او غيره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.